السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة في درس جديد على قناتكم وقناتكم ميدو على تيك على اليوتيوب. حلقة النهاردة حلقة بسيطة وجميلة جدا ومفيدة جدا للمستخدمين محاكي تينسنت للعبة ببجي. النهاردة بنتكلم على ازاي نقدر نخفف اللاج أو الحمل الزيادة بحاجة بسيطة نوعا ما، يعني اللي هي تساعدك وان انت بتلعب ما يكونش فيه لاج وما يكونش فيه تهنيج ولا تقطيع، باعدادات بسيطة جدا جدا في المحاكي نفسه. هو ده اللي احنا نعرفه مع بعض في موضوع شرح النهاردة، وهي دي حلقة النهاردة. فلو حابين تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع تابعوا معايا الدرس. الصورة دول اللي هي المنيو، بندوس على المنيو وبعدها بنختار الاعدادات او سيتنج حسب اللغة عندك، تمام. وبعدها بتطلع لنا الايقونة ديت او الصفحة النافذة ديت. باول ايقونة اللي هي البيزكس، تمام، هنخلي علامة الصحة على اللي هي هايد ادفانسد ووتر مارك، تمام، وبتخليها على علامة الصحة بتاعة المور جيمز عشان المحاكي نفسه يقدر يشغل لك كذا لعبة. اوكي، بنخلي علامة الصحة هنا، وهنا البوسكي لو عندك معمولة عليها علامة صحة افضل ان انت تشيل علامة الصح، تمام. وهنا ما مش مهم يعني اي حاجة تاني. بالنسبة للغات تقدر تغير اللغات اللي انت عاوزها، ما فيش لغة عربية لان محاكي تينسنت محاكي الصيني ما ينفعش في اللغة العربية، تمام. ده بالنسبة للبيزك، تمام. بالنسبة بقى للخانة التانية اللي هي الانجن المحرك، تمام، هتكون هي علامة الصحة عندك في السمارت مود اللي هو ده، تمام. انا بفضل ان انت تشيلها من علامة الصحة من على السمارت مود وهتخليها على الدايركت اكس زائد، تمام، دايركت اكس زائد زي ما انا عاملها قدام حضراتكم. وهتكون هنا بقى علامات الصحة كلها معمولة على الاربع خانات دول، الاربع الخيارات دول اللي هي، تمام. انا بقى بفضل ان انت تشيل كل علامات الصحة دول عشان ما تتقلش اللعبة معاك وتتقل الجهاز معاك. اما بقى بالنسبه للخانات ديت اللي هي الانتي والميموري والبروسيسور والريزولوشن والدي بي اي والبلاي باك والريكوردنج، البلاي باك والريكوردنج دول بتوع السماعات مالكش دخل بيهم خالص، سيبهم زي ما هما متحددين. احنا بقى شغلنا هنبدا في ايه، الانتي اللي هي الاولى ديت هتخليها، تمام، هتخليها كلوز لو هي مثلا معموله على بلانسيد او التيميتد، تمام، خليها كلوز. وهي اما بالنسبه للميموري، تمام، بتخلي الميموري عندك ممكن تخليها اوتو او تخليها 512 زي ما انت عايز، تمام. ده الامكانيات اللي هي المحدوده المتوسطه بتاعه الكمبيوتر، ما تقربش ناحيه ال 4096 وال 2048 وال 1536 دول، تمام. كل عليك دلوقتي هتختار 512 ميجا بايت او الاوتو، تمام، وانا افضل 512 ميجا بايت. ثم بقى بالنسبه للريزولوشن الابعاد، تمام، هي بقى هتكون معموله على الاوتو او على 1280 720، لا احنا هنخليها 1024 في 576 اللي هو اول اختيار معانا. اما بقى بالنسبه للدي بي اي، الدي بي اي هتكون معموله عند حضراتكم على 160 على 160، هتخليها ل 120، تمام. وبلاي باك والريكوردنج دول زي ما قلت لحضراتكم دي بتاعت السماعات ما لهاش اي دخل بالموضوع، تمام. تمام، خلصنا البيزكس والانجن، اما نخش بقى في الجيم نفسه. الجيم بقى الببجي موبايل جيمنج ريزولوشن هنخليه على اس دي 720 بي ديفولت جيمنج ريزولوشن، تمام. اما بالنسبه للديسبلاي كواليتي، الديسبلاي كواليتي خليه على اوتو، ما تخليهاش الا على سموث ولا على اتش دي ولا على حتى بلانسيت، اوكي، خليها على الاوتو ما تخليهاش على سموث ولا بلانسيد ولا اتش دي، تمام. وبعد كده بقى بتدوس على كلمه سيف، تمام، وهيطلب منك ان انت تعمل ريستارت للعبه، وبعدها هتخش على الجيم نفسه، هتخش على محاكي تينسنت وبعدها بيشتغل معاك كويس ومش هتحس ان في تهنيج او لاج كتير، الا النت عندك كويس وامكانيات جهازك متوسطه، اعمل اللي انا قلت لحضراتكم عليها الاختيارات ديت، وهتحسوا ان شاء الله بفرق بسيط شويه يريحكم، حتى ما تحسوش زي الاول ان في تهنيجه كتيره ولاج كتير وهكذا، هيخفف معاكم الحمل نوعا ما، تمام يا جماعه. فهو ده كموضوع شرح النهارده، يا رب ما اكونش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا مني. ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب القناه، واشوفكم على خير في دروس تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.